يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. الفقره دي هنتكلم فيها عن بطل افريقيا النادي الاهلي وعن بطل اوروبا مانشستر سيتي وتفاصيل كتير عن كره القدم العالميه مع ضيفتنا العزيزه اللي منورانا في الفقره دي الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه. صباح الفل عليك يا منى ومنورانا، اهلا بيك. ميرسي يا كريم، وصباح الاهلي بقى. أيوة صباح الهنا. صباح الهنا طبعا، ويمكن من المرات القليله اللي بيسمحوا لنا نفرح كده فوق ال 24 ساعة يعني. لا طبعا من حقنا نفرح، من حقنا ان احنا كمان مش بس نفرح، ان احنا نفتخر باللي احنا محققينه وبالفريق بتاعنا محققه. يا منى الموضوع كان صعب، وسألنا قبل كده احد الضيوف يعني قلنا له انهي نسخة كانت الاصعب على الاهلي، قال لنا هذه النسخة الحالية. تحديات كبيرة جدا واجهت النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين، تشكيك كبير جدا، بعض الاخطاء، بعض الحاجات اللي كان عليها علامات استفهام، التحكيم يعني. بغض النظر لو بصيتي لكل الاجواء هتلاقي ان لا، انت كسبتي بطوله مش سهله ابدا مع فريق طبعا كمان مش سهله ابدا. دي حقيقه يا نهاوند، دي من احلى البطولات الافريقيه الاهلي حققها على مدار تاريخه. يمكن بعض الناس كمان مثلا بتقارن حلاوتها في حلاوه النسخه التاسعه او اللقب التاسع، بس دي حقيقة. اللقب رقم 11 ده ما كانش سهل زي ما قلت يا نهاوند، كان في تحديات كان في علامات استفهام كتيره، كان في خوف وقلق كتير، سواء من التحكيم، سواء من الاجواء هناك في المغرب، خصوصا ان دي كانت النسخه الثانيه انها تتلعب في المغرب ونقابل نفس دي كانت قواسم مشتركه بين النسخه التاسعه والنسخه الحاليه؟ اللي هي التفاصيل دي يعني انت بتقولي في ناس بتشوف ان لا لا، انا بتكلم في فرحه اللقب. أوكي. مش بتكلم على الاجواء. عموما ايه اللي بيدي لاي نسخه خصوصيتها؟ دي حقيقه، بس يعني لما في بطولات كده يا كريم ما تتنسيش يعني. لو سالت مثلا مشجعين اهلاويه على احلى الالقاب مثلا اللي حققها الاهلي على مدار تاريخه مثلا بالنسبه لبطولات افريقيا، هتلاقي دايما بيتكلم على التسعة، هتلاقي بيتكلم على ال11، هتلاقي مثلا ال10 دي واقعه خالص يعني. ممكن في نسخ سابقه قبل كده لمشجعين يعني بقى. صعوبه المنافسات هي اللي بتدي طعم لاي نسخه. اكيد اكيد اكيد، سواء صعوبه المنافس، سواء لو كان غريم بالنسبه لك، الظروف المحيطه للبطوله يعني. سواء في بطوله النسخه الحاليه اللي هي كانت قدام الوداد، لان انت كان عندك بعض التحديات الكبيره اللي انت كنت محتاج ان انت زي تكسرها، بحيث ان هي زي بعض اللعيبه لما اتسالت ان دي ممكن كانت بالنسبه لكم تبقى عقده، فلا، الاهلي هو اللي بيعمل العقده، مش الاهلي هو اللي بيتعقد، دي حقيقه. فكانت بالنسبه لك ان انت بتواجه نفس المنافس للمره الثانيه، خد منك بطولتين قبل كده او خد منك نهائيين قبل كده، فكانت هتبقى صعبه قوي ان انت تخسر قدامه لتالت مره. انها بتتلعب بره ارضك، بتتلعب وسط الجمهور، كلنا شفنا الجمهور والدخلات بتاعت الجمهور هناك، كانت اجواء بالنسبه لنا احنا مثلا لو احنا قاعدين بنتفرج قدام التلفزيون ممكن تقلقنا، ممكن توترنا، ما بالك كمان بقى بيبقى اللعيبه نفسها في الملعب. جمهور الوداد تقريبا على مدار ال 90 دقيقه ما كانش بيبطل هتافات، ما كانش بيبطل دعم للعيبه، كل ده بيعمل ضغط كمان. شماريخ اللي ناس كتير شافت ان هي كانت نقطه تحول لصالح النادي الاهلي. اول ما الدنيا ظلمت فجاه، بعد منها كان فعلا كام باك فعلا، لان بعدها على طول مفيش، انت بتتكلم في دقائق وبس. عندي سؤال، ازاي الشماريخ دخلت؟ يعني المفروض يكون في تامين قوي جدا وكبير جدا. ما بنسالش الاسئله دي بقى مش كده برضو؟ خلاص هنعديها. بصي بقى يا منى، عشان الوقت بيجري، انا عايزه اروح معاكي، هاخد من كلامنا انا وكريم مع استاذ عصام، لان استاذ عصام كان موقفه يعني فيري كلير او واضح، هو ضد رؤوس الاموال وفكره هنا الانديه بتاعت الشركات وضخ اموال والتاثير على الكره وغيره، طبعا رأيه احترم جدا واكيد له منطقيه. هروح معاكي لده، بس هنقارنه باوروبا شويه، مان سيتي، لان مان سيتي راس الاموال كانت مؤثره فيه بس بشكل ايجابي، وفكره ان انت تتكلمي عن اول بطوله دوري ابطال اوروبا حاجه كانت غير متوقعه، بس الناس ارجعتها الى ضخ الاموال اللي ساعدت بشكل كبير برضه. فتعالي بقى نبدا من هنا. طيب خلينا لو هنبص على تجربه مان سيتي او تجربه الاستثمار الاماراتي في مان سيتي، او مقارنه ببعض التجارب الاخرى مثلا زي باريس سان جيرمان او 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 تجارب تانية اوروبيه اخرى، فهتلاقي ان تجربه مان سيتي هي انجح تجربه استثماريه حصلت صحيح في اوروبا لحد دلوقتي. صح. ومش عشان لقب دوري ابطال اوروبا، هي فعلا ناجحه بنسبه يعني مثلا ممكن نقول، خلينا نقول بنسبه 90% لحد قبل اللقب،
لقب دوري ابطال اوروبا طبعا هو اللي زينها اكتر، هو اللي حلاها اكتر، هو اللي جملها اكتر، لكن هي كانت كتجربه استثماريه فهي كانت ناجحه بكل المقاييس مقارنه مثلا بباريس سان جيرمان مثلا، لان حتى قوه الدوري الفرنسي غير قوه الدوري الانجليزي تماما. الامور مختلفه، التنافسيه مختلفه، وفرنسا احادي قطب الدوري عندهم يعني بالظبط بنسبه كبيره يعني. بنسبه كبيره، فالتنافسيه في الدوري الفرنسي مختلفه تماما عن التنافسيه في الدوري الانجليزي. فاحنا بنشوف انه في الفتره الاخيره لا، مان سيتي او السبع السنين الاخيره تحديدا حقبه بيب جوارديولا يعني، مان سيتي مسيطر على 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 الالقاب المحليه هناك، لو مش دوري فبيبقى فيه لقب كاس يعني، بتلاقيه وسط الانديه الكبيره. فهي لا، هي كتجربه استثماريه فهي نجحت بنسبه 100%. احنا نتمنى ان ده يتطبق في انديه اخرى في الوطن العربي، ونتمنى ان تجربه زي دي ممكن تبقى في مصر. بس هي المشكله عندنا في مصر ان احنا هنا مش كل الانديه عندنا جماهيريه زي ما انت عندك قلت. شركات وجماهيريه، انت رايك بقى ان الاموال دي تضخ للانديه الجماهيريه وتساعدها على الصعود مره تانية للمستوى اللي كانت فيه سابقا، ولا بتتكلميها ازاي؟ بتكلم على انديه جماهيريه لان هي انديه اوريدي عندها جمهور، فهيبقى هتلاقي الاستاد مليان، هتلاقي فيه تشجيع، هتلاقي فيه تنافسيه، غير لما يبقى انديه شركات مفيش يعني جماهيرهم هم الموظفين بتوع الشركات. بالظبط بالظبط، هتلاقي نادي شركات بيلعب نادي جماهيري حتى لو هو تقيل جدا، حتى لو هو عنده أموال، حتى لو هو عنده لعيبة تقيلة، مش هتلاقي فيه كسبان، بس مش هتلاقي فيه روح، مش هتلاقي فيه تنافسية، حتى الجمهور في الشارع مش هتلاقيه بيتكلم على النادي غير ان هو نادي أموال بس. صحيح. طب تعالي يعني ناخدك من مان سيتي للأهلي ونرجعك مرة تانية. طيب. دلوقتي بعد اللقب العزيز الغالي رقم 11 اللي أضيف مؤخرا لدولاب بطولات النادي الأهلي، نتج عن ده ان احنا ان شاء الله هنشارك للمرة الرابعة على التوالي في كاس العالم للانديه وللمره التاسعه في تاريخ النادي الاهلي. فكره ان النادي الاهلي رايح جاي على طول على بطوله كاس العالم للانديه وكانه الدوري المحلي بتاعنا، الى اي درجه هذه المشاركات مفيده بالنسبه للنادي الاهلي؟ زي ما انت قلت يا كريم كده، هي بقت بطوله معتاده مشاركه في كاس العالم للانديه، وكمان لما نظامها هيتغير في الفتره اللي جايه، فان شاء الله باذن الله هيبقى الاهلي هيبقى مشارك فيها باذن الله يعني بنسبه كبيره. ده طبعا بيخلي او مش بيخلي، هو الاهلي اسم كبير يعني، الاهلي فعلا فعلا، مش عشان مثلا احنا بنتكلم في قناه النادي الاهلي او احنا مشجعين مثلا النادي الاهلي، لا، اسم النادي الاهلي اسم كبير. لما بتيجي تلعب حتى انديه اوروبيه او انديه مثلا من فرق امريكا الجنوبيه، بتشوف حتى مثلا هم رد اللعيبه مثلا المدربين ممكن يكون ما يعرفوش اسماء بعينهم، بس عارفين اسم الاهلي، عارفين التاريخ بتاع النادي، عارفين النادي ده بيبقى مشارك في البطولة دي بصفة مستمرة، عارفين النادي ده واخد 3 برونزية كاس عالم، كاس عالم أندية طبعا. فطبعا استمرارك في المشاركة في البطولة دي بشكل دائم أو بشكل متتالي، فده طبعا بيعزز من قيمتك جدا، بيعزز من القيمة التسويقية. بالظبط كده، بيعزز من القيمة التسويقية سواء للنادي سواء للعيبة سواء للمدرب كمان، هي بتبقاش عايدة على النادي بس أو مش بتبقى عايدة على فرد بس، بتبقى عايدة على المنظومة كاملة. احنا تقريبا واصلين دلوقتي تقريبا 29 او 30 قولي 30 مليون يورو، صح كده تقريبا قيمة التسويقية للعيب تقريبا، يعني 29 بوينت حاجة او 30 تقريبا مليون يورو. طيب خليني برضو انتقل معاكي لنقطة تانية، لان مهم ان احنا نحاول نفهم الموضوع بشكل عام. يعني انا دلوقتي ما اجي اتكلم عن المنافسات المختلفه واجي اقول الاهلي واصل لاعلى تقريبا المكانه افريقيا ومحليا، طب انا ليه ما اقدرش ان انا اقول مثلا انا اللعيبه بتاعتي تنتقل للمرحله العالميه بقى، يعني مش بس افريقيا ومحليا، ليه ما اقولش مثلا ان انا ممكن من النادي الاهلي تحديدا يبقى عندي لاعب عالمي زي محمد صلاح؟ ايه اللي ينقصنا هنا بجد يعني وفي كلمة واحدة؟ عقلية اللاعب نفسه. حلو ده، ازاي بقى؟ يعني عقلية اللاعب نفسه، فكرة انه انا عندي مثلا لعيبة في النادي الاهلي او ايا كان اسم التيم، انا عندي لعيبة موهوبة جدا، وهتكلم كمان على الشباب الصغيرين، ممكن ما يكونوش لسه مثلا فريق اول، تمام؟ انا عقلية اللاعب بتاعتي عاملة ازاي؟ عقلية اللاعب بتاعتي انا طموحه ايه بقى؟ طموحه ان انا بس مجرد ان انا اتصعد فريق اول، العب في الفريق ده واحقق معاه بطولة 2 3 وخلاص، ولا
انا بفكر انه لا انا عايز اطلع او عايز اخد خطوه اوروبيه، خطوه اوروبيه كمان في نادي كبير، مش اروح نادي صغير بالظبط كده، واللي هو سنه 2 شهر 3 4 5 وارجع وابقى اسمي كنت محترف قبل كده بالظبط كده، او اسمي كنت محترف قبل كده في اوروبا. دي حاجه. حاجه تانية، اللاعب نفسه قبل ما يقدم على خطوه زي دي هو لازم يكون مهيئ نفسه، يكون كواليفايد، يعني هو يكون اصلا مؤهل نفسه لده. مثلا انا رايح دوري انجليزي، او انا رايح دوري بلجيكي، او رايح دوري فرنسي، انا مش متقن اللغه بتاعه البلد دي، او مش متقن اللغه بتاعه المكان اللي انا رايحه. قبل ما اسافر او قبل ما اقدم على الخطوه دي لازم على الاقل اكون بعرف اتكلم، اعرف امشي اموري هناك على الاقل. انا مش لازم اكون بيرفكت، مش هيبقى مثلا زي العربي زي الانجليش مثلا لو هو عنده لغه تانية. في كذا لعيب مصري من المحترفين في الخارج واجهوا المشكله دي بالظبط، ودي مشكله اساسيه، ودي عطلتهم كتير حتى جداً. على التفاعل مع بقيه اعضاء الفريق جداً. وبترجعهم صح، بترجعهم تقول له انت رجعت ليه، او انت كانت ايه سبب مشكلتك، اصلا عانيت بسبب مشكله اللغه. طب انت عانيت اتفاجئت بيها هناك، ما انت عارف ان انت هتروح هناك هيبقى في مشكله في اللغه، ليه مش بتعامل مثلا ان انا اظبط اموري من هنا، مثلا اخد كورس، مش عيب. لا طبعا مش اتقن بالظبط كده، اتقن اللغه بتاعتي، مش لازم اتقنها تبقى 100% او ان هي هتبقى لغتي الاساسيه، بس هعرف اتعلمها. ومحمد صلاح كان بيعرف يتكلم انجلش، كان بيعرف يتكلم ايطالي لما راح روما، لما راح بازل سويسري بالظبط، عمل ايه؟ حاول ان هو يعني يخلي اموره تتظبط هناك مثلا، عارف يعني ان هو الفكر الاحترافي بتقصدي بيه اللي هو ان انا يبقى عندي يعني الامكانيه او الاقتناع ان انا لازم اقعد اطور من نفسي، لا اكتفي بان انا هنا خلاص انا حاصل على كل حاجه، فانا بلعب لاعلى نادي او اكبر نادي في افريقيا، فانا مش فارق معايا قوي. يعني النظره اللي هي فيها طموح او تطلع دي شويه بتقولي ان هي مش موجوده بالظبط. يعني بالظبط دي مش موجوده. وبعدين هي الفكره برده اللاعب نفسه الصغير كمان في السن هو لازم يبقى عارف ان هي الامور كلها مش مهاراته بس، او مش ان هو لعيب كويس بس، او ان هو لعيب تقيل بس، لا هو هناك لازم يكون يعرف يتاقلم على غربه، لانه هيبقى قاعد هناك مثلا صحيح. لوحده او معاه اهل او لازم يكون بيعرف يتقن لغه، امور كتير جدا هو لازم يكون مدركها قبل ما يسافر. طيب نخش على الدوري السعودي ولا عايز تعمل ايه؟ يلا بينا، ليه لا؟ ليه لا؟ والدنيا والعه في السعوديه بالمعنى الحرفي الحقيقه، وابتدت تندع كمان اهو كريم بنزيما. بس اقول لك على حاجه، انا ما توقعتش ان ميسي هيرفض العرض خالص، ولا في اي حد طلع قال لك ان ميسي هيرفض العرض. انا ربنا نصرني. لا هو بنسبه كبيره هو فعلا العرض اتقدم رسمي، وميسي فعلا كان بيفكر في العرض، والعرض كان خيالي فعلا ما يترفضش يعني، وكان وصل ل 600. الاول كان الكلام على 400 وخمسين كده، سمعنا رقم 600 مليون اتقال. ففعلا هو كان عرض خرافي خيالي، حاجه فعلا ما تترفضش. بس هو ما راحش انتر ميامي ببلاش يعني، لا ده الاوفر هناك. بصي الفكره دلوقتي بقت نمط حياه اللعيبه كبار السن بقى. لا كمان مش ده يعني، مثلا ميسي، رونالدو، بنزيما، اي لاعب دلوقتي كبير في السن، او تحديدا خلينا نتكلم على ميسي ورونالدو، اعتقد انتقالهم سواء رونالدو للدوري السعودي، ميسي للدوري الامريكي الانتر ميامي، الموضوع دلوقتي بقى صناعه كره قدم، ما بقاش لعب احترافي، او هو رايح عشان يلعب عشان ياخد بطولات، او هم استكفوا بطولات خلاص يعني، خلاص هو بالنسبه لهم خدوا كل حاجه تقريبا يعني. فالموضوع دلوقتي بالنسبه للاثنين بقى صناعه كره قدم، بقى استثمار، والاثنين بيفكروا في ان هم يمتلكوا نوادي في وقت. دي حقيقه، وده كان من يعني ده اتقال في العرض بتاع ميسي بتاع انتر ميامي، ان هو مستقبليا هيمتلك. وحتى كريستيانو رونالدو على فكره في حوار صحفي ليه مؤخرا قال انه برضه بيفكر جديا في انه يمتلك نادي، وقال انه بيفكر يمتلك نادي في السعوديه اصلا. يعني هو قال كده فعلا. على كل الاحوال احنا الوقت طار معاك يا بنت للاسف، معلش يا النهارده الحلقه يعني تتعود ان شاء الله، لازم انت كده يعني مش ضيفه ان ده مكانك، فيعني نعوضها ان شاء الله يا منى، نورتينا بجد. ميرسي يا نهاد، حابه تاخدي معاكي الكاس بدل ما تروحي عليه في بيتك. لا ده مكانه معروف يا بيه. نورت الدنيا يا منى، نشوفك على خير باذن الله، واكيد بنشكر كل حضراتكم جزيل الشكر على حسن المتابعه، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. صباح الفل.